لصالح النجم الرياضي الساحلي. ضربة مرمى لحارس النادي الاهلي سيف كرامي بعد كورة امامكم شاكر رجعي. الفترة الأولى سدد من بعيد ونصعد رواندا وعندهم رأي ضد أوغندا. هذا على اعتبار أنه من 2011 تقريبا الفريق في أربع سنين ما عداش تعرف الكرة المنتخب الوطني التونسي ورا بس ميدان. طبعا فما الظهير حمدي النقاس اللي حقيقة سنة ممتازة جدا يحكيو فيها غطي مليح والمباراة مش تسهل. الفريق التونسي إذا حب يعمل سكور لازم يسجل هدف مبكر. تمشي كرة ممتازة للفريق التونسي. وهبي الخزري هذه خطيرة. يمشي صابر خليفة حط كرة لشاكر رقيعي. شاكر رقيعي يجيب الكرة على اليمين معلول الفريق الوطني. تمشي كرة سهلة عن طريق الرقيعي. يلعب شاكر يطلب المساندة. شاكر رقيعي اللي يثبت نفسه في النخبة الوطنية. برافو شاكر بالملي. عندنا سنة كبيرة برشا. تمشي فرصة الثالث. لعب الكرة. اضرب شيخاوي جول. الثالث من ياسين هاتريك للتاهر. ما يسجلش اليوم. تعرفوا تنظير التوانسة. الماتش هذا ما يسجلش توسكار. ترجع الكرة مرة أخرى. 25 دقيقة لعب شوط أول. ترجع كرة خزري اوتوسكار سيف مولع من خلال كوبا امريكا. بدات الكرة والكرة الحقيقية في ملعب الشيلي هو كأس العالم للشباب ولسه نهاية الموسم. نعرف انديتنا يلعبوا نهار لحد في الكوس الافريقية. نحطوا جولة نهار الاربعاء تحتاج الاندية وبعد نحيوها وفرصة نظم امورنا لانه نهاية المواسم هذه المتتالية. العربي متفوق بهدف نظيف سجل في البداية عن طريق حسين الموسوي. لا تسديدة يا الله يا على هذا الهدف. هدف عن مرمى الحارس سليمان عبد الغفور. واحد من اهداف الموسم بالتأكيد. شوف المسافة 35 يا على شاكر الرقيعي. هدف من اهداف الموسم بل ربما اجمل اهداف الموسم. اذا الهدف رائع تماما واجمل اهداف الموسم تسجل على العربي دائما بهدف حمد امان للتضامن. والان هدف شاكر الرقيعي ابدا ما لها حل لحارس المرمى سليمان عبد الغفور. هدف مباغت وهدف صاعق وهدف رهيب لشاكر الرقيعي. رد بن قدين مبتاش 23 دقيقة مخالفة لأبناء الجنوب. شاكر رقيعي أمام الكرة والبقية هدف رائع قليل ما نشاهدوه في بطولة. رد الفعل كان سريع من كرة ثابتة. رقيعي سجل الهدف الثاني للاتحاد. مجدي المسرتي ياسين الميكاري. شاكر رقيعي كجناح أيمن. شاكر رقيعي والهدف التعادل الإمطاري. شاكر رقيعي بخمسة الفارق من عماد المنياوي. تسع الأهداف من أحلى الأهداف من كرة دقيقة وناجعة من جانب شاكر رقيعي. وقت ذهب زيد العنالي بشيرش على الميدان والكرة اللي غادت الحارس فاروق بن مصفى. الكرة بتنفيذ المخالفة لدرجة جرجيس. هذا شاكر رقيعي التسديد عالمي. الهدف من شاكر رقيعي ممتاز جدا. شاكر رقيعي في 40 دقيقة لعب هدف رائع على طريقة الكبار. شاكر رقيعي وغالب قيس العمدوني كل سباعي أمام الكرة. الامتياز دقة في التسديد خسر للمسافة كبيرة لشاكر رقيعي. شوف اللي عادة على طريقة الكبار شاكر رقيعي. شوف الزاوية 90 ما قال حتى حل الحارس قيس العمدوني. شاكر رقيعي الهدف الثاني لدرجة الهجوم. جاك بيسان يحبط عامل التسلل يتوغى ليصوب الحارس السادة في مرة أولى. وفي المتابعة شاكر رقيعي يمضي على الهدف الأول لفريقه وهو الثالث في رصيده إلى حد الآن في البطولة. تماس لترجي جورجيس. شاكر رقيعي على القاعد. شاكر رقيعي يحاول يسدد ممتاز جدا التسديد وهدف التعادل. هدف عالمي من شاكر رقيعي. هدف ممتاز جدا من صباغة الجميع. شوف
شاكر رقاعي، شاكر رقاعي في وسط الميدان ينتظر الصعود زيادة العونالي، نفس علي جاكا بيسو مرة أخرى، ارتباك في دفاع على ترجي ما استغلوش، ترجي جرجيس هذا شاكر رقاعي يعود سامح على الدربالي، يرجع شاكر رقاعي ممتاز جدا شاكر رقاعي، زيادة العونالي حالفة كرة ثابتة لترجي جرجيس تلعب الكرة بسرعة، شاكر رقاعي يراوغ رقاعي يحاول يسدد بكل قوة شاكر رقاعي يحب يكرر سيناريو الفترة الأولى، سدد من بعيد لكن كورته جانبية شاكر أيضا يسلم ريبي كان احتياطين وعند انطلاق المباراة مروان تاج علي البريكي كلهم على بنك البدلة، هذه كرة خطيرة ترجي الجنوب خطيرة الكرة تسديدة والهدف الثاني ضغط الجميع في الكرة الأخيرة الهدف الثاني من شاكر رقاعي مع مطلعة أمام النجم الساحلي هذه الكرة الأخيرة وقوية في سادس في رصيف شاكر رقاعي يتقاتل شاكر رقاعي والهدف الأول والهدف الأول لصالح الترجي نادي الجرجيسي في توقيت 22 دقيقة هدف أول لصالح الترجي نادي الجرجيسي يتقدم على النادي الإفريقي هاي الإعادة يتقدم شاكر رقاعي يحط الكرة على حسين الربيع تلعب الكرة من شاكر رقاعي ياخذ الكرة خطير زياد العونالي خطير الكرة وتدخل من هذه الدقائق جيني بن عيد طويلة في اتجاه شاكر رقاعي عودة قوية لدى جرجيس بهذا الثاني اوه الهدف ثنائية للبليني شاك بيسا الدفاع من جديد طيب العملية شاكر رقاعي يساو فوق المرمى والحارس يتألق الحارس يخرج الكرة للركنية هاي الكرة تصويبة تكون من شاكر رقاعي شوف الكرة ترويض والتصويب كانت قوية الحارس كان منذ قليل بالنسبة للمدرب سفيان الحيتوتي من خلال إقحام جاسر الحمدوني كان أساسي في اللقاء السابق وكرة خطيرة ضربة جزاء مخالفة مخالفة يقول سليم بالخواص مخالفة يقول سليم بالخواص للترجي هذه الكرة مسيل في حوار حمزة المثلوثي مع شاكر رقاعي سليم بالخواص قريب يعطي المخالفة للترجي مخالفة وجمهور الترجي بالتأكيد له الحق أن يتفاعل قلنا امام فيراج صامت مرفوع الكرة في القام الثاني جويني والراقد الراقد مرة الاخير من جانب الترجي الرياضي التونسي من تمهيد واكيد ان شاء الله كل شيء على احسن ما يرام بالنسبة للجانب الجمهور والحضور الجماهيري في هذا اللقاء الاجوار بعد زوز اهداف للترجي الرياضي التونسي والنجاعة في مرمى قيس العمدوني ثم المباغتة التوزيعة من تجاوزت إيشاكا ديارا والخطير من الجهة اليسرى كواسي مارسيال ياو أسامة البوغانمي التغطية المهيد من طه ياسين الخنيسي شوفوا المحيرسي يحافظ على الكرة شاكر رقاعي خليل الشمام المحيرسي شاكر رقاعي فمن جديد الاستمادة من جانب شهاب العوني مباشرة إلى شاكر رقاعي العائد بالتشكيلة مع غير فسام البوغالمي علاء المرزوقي محمد بن علي شوفوا لاعب عنده نزعة هجومية رغم أنه يخسر الكرة الأخيرة لكن أحد الحلول قبل باركي مهمة جدا هذه المباراة ومهم جدا التهديف منذ الانطلاق والتسديدة الأولى للترجي الرياضي مباراة الأهلي والنجم الساحلي في السويس تقريب خط لاعب ليدر شوف الترجي ما عندوش لاعب كرة تعود لخليل شمام وشكر يلحق عليها ادريس يرجعها الى شكر الرقاعي عنده تسويبات قويه معروفه الباس من شكر الرقاعي جود كل من حسين الراقد وشكر الرقاعي في وسط الميدان وقدامهم فخر الدين بن يوسف هيثم الجويني ادريس المحيرسي وطه ياسين الخنيسي 4-2-4 يتبدل الرسم بالنسبه لعمار السويح بعد ما جات اللقاء نجم قاعد يستهلك في الثواني واللحظات الى حين اعلان محمد سعيد الكردي وينوم في المقابله بلوخة أخرى للراقد حسين إلى شاكر رقاعي شاكر والكرة لخليل شمام تمشي إلى طه ياسين الخنيسي الخنيسي رقاعي 94 في الكلاسيكو بصفارة محلية كرة طويلة يهب لباركي التوزيعة من يهب أول مرة يوصل للركنية ويوزع الخنيسي شاكر رقاعي كرة فاضية
ممكن احسن بدايه للترجي على مستوى الاداء. الترجي الرياضي خطا على حسين الزايد يرجم الكره. شاكر القاعي، شاكر القاعي حلوه مزيان، شاكر القاعي، شاكر القاعي يمشي، شاكر القاعي يواصل الكره حلوه على الاطراف فيها اياب المباركي، اياب المباركي، اياب المباركي يمشي بالكره. شاكر القاعي رقيع حط الكره لياس جلاسي، يمشي شاكر القاعي حط كره دربالي يستنى يا راجل يا عصام. كره راسيه دوزيام بال ياخذها النادي الاهلي، ومشكل في اللاكس، مشكل في يد الكره، ولكن برافو ترجع الكره في الاهلي. هو تشون الطوي اربع اهداف، ممكن نتجه الى نهائي الاهلي. ترجع الكره للترجي الرياضي التونسي، يمشي المكشخه عنده الكره الاهلي في الشوط الاول عاد مرين، ولكن شارلز من لا محور ومن لا حلم. ترجع الكره مره اخرى، لا محور لا تحالي، دربالي هدف فاضي مباراه للياس جلاسي، يلعب الكره جلاسي يمشي بالكره. شاكر قيعي، شاكر قيعي كثير برشا، حسين يلعب الكره يوصل الميدان لياس جلاسي، ياس جلاسي يلعب كره. شاكر رقيعي باهية، شاكر اللي مع المدرب انيكو، ويتفادى التدا الزايد في رادس الكوب دافريك دو جامي بو. ترجع الكره مره اخرى للترجي، ممكن راجل يرجع كريستيانو. شوفوا شوفوا كيف تكون العمليه الان، يمشي شاكر رقيعي، شاكر رقيعي يا ابن باركي، شاكر رقيعي ارجعي على طول، كرة تدور مليح من جانب الترجي، ارجعي يريد التصويب، ارجعي من جديد للنفسي لصالح النجم الرياضي الساحلي. دخول ادريس المحيرسي اعطى الحلول للترجي، وهذه كرة لشاكر رقيعي يراوغ يوزع والبلبولي بأداء للعملاقين كأحسن ما يكون. شاكر رقيعي ادريس المحيرسي عيد الجويني، كرة للباركي، الباركي يملك من الشخصية شيء الكثير. ثمانية لاعبين نجم في التنفيذ، بما انه بعشرة لاعبين لم يقدر الترجي على فك نفس شفرة الدفاع الساحلية. هذا التوزيع تعدي الكرة للرقيعي على طول للمباركي، البحث عن العمق، كرة لإيدك. إذا شاكر رقيعي يلعب كرة طويلة غدارة، كرة لولا بيض. شاكر رقيعي، رقيعي يوزع لمباركي، راس